في يوم من أيام الحرب العاصفة كان شارع الجلاء في مدينة غزة تحت أزيز الطائرات وصوت الانفجارات، لكن وسط هذا الدمار كان هناك طفل صغير يسعى إلى السعادة أو إلى استعادة جزء من براءته الضائعة. كان يجري بدراجته في الشارع المليء بالركام، يرقص على أنغام أحلامه التي لم تنفصل عن الواقع المؤلم. دعونا نشاهد في هذا المقطع. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين. ونحن نحب الحياة.